السلام عليكم البنات، كي راكم؟ شرا تكونوا كامل بخير. اليوم راح نتكلموا على النعناع. البنات كاين بزاف اللي سقساوني قالوا لي بلي النعناع واش ينوض لنا بقى. شوفوا في هذا الوقت كيفاش راهو، ها اللي راني غرساتو انا، ها يعني في هذا الوقت دائما يكون صغير، يكون صغير لازم نتهلاو فيه هكذا. البنات شوفوا، حنا انا دائما نقول لكم نشرو النعناع دوكا، اصلا ما كاش نعناع تسيبوه كبير، تسيبوه غير صغير. جيبوه البنات، جيبوه يعني ديروه نهار الاول، ديروه في الماء باش ما يذبلش، ولا عندكم الوقت يعني ديك دقيقه اللي تشروه تجيبوه وتغرسوه. غير تجيبوه البنات نقصوا له شويه الورق، مثلا نعطيكم كما هذا، نقصوا له كامل منها، كنخلوه واحد زوج شطبات ولا ثلاثه، ما يكونش فيها، ما يكونش فيه البنات الزريعه هذه، يكون ما فيش الزريعه، يكون هكذا. انا لهنا هنايا هكذا، شوف نشروه نشروه هكا، نشروه هكا، ما فيه هنايا، ما فيه والو، ما فيه والو هكذا. هذا اللي نشروه من الحانوت باش نغرسوه، يعني باش نطيبو به ونحبو نغرسو منه. البنات كاين بزاف اللي يقولك ديروه في الماء، يعني انا هذيك الطريقه قلت لكم انا ماشي من هذوك اللي يغرسو نديروه في الماء دير العروق، انا ما نبغيهاش، نبغيها من التراب للتراب هكذا. دوك البنات انا كي جبت زمان نقولوا اعطيكم مثال برك البنات، باسكو ما هوش موجود عندي النعناع، انا هنا عندي لهنا، نجيبوه ونحفروا له حفره دقيقه البنات، نجي باش نحفر ونجي هذا. دوكا انا جبت دوكا قلت لكم بلي هذه نحطوها، كيفاش نديرو؟ نحفروا هكذا ونحطوا هذه، نحطوها قباله في التراب، نحطوها هكا ونعاودوا نرجعوا التراب، ها نعاودوا نرجعوا التراب ونزيروا عليه هكذا. هذه هي الطريقة يعني السهلة في الغريس. أما ولا كان جبتوه بالعروق زعما نقولو كاش واحد عطالكم ولا، يعني العروق تاعو كامل شديرو ثاني، نجيبو شجرة فيها العروق. دوك نقلع لكم وحدة نعاودلكم نغرسها قدامكم. أنا هذا راهو عنده 3 سنين ملي راني غرساتو، يعني ما يموتش كامل النعناع، يعني واحد يستحفظ عليه ما يموتلوش. يعاودلكم أنا دوك هنا كامل قلعتو، شو ديجا راني وريت لكم كي غسلتو شفتو باش وخبيتو، هذا هو. دوك انا نوريكم الطريقه الزوجه، هذه الطريقه قلت لكم اللي نقلعو غير عرف ونغرسو، يعني ماشي ديرو غير واحد البنات، ديرو واحد خمسه، نقول وحده هنا وحده هنا وحده هنا هكذا، هذه من بعد على هذه حق شبر، شبر وتغرسوه. اما لي بالعروق البنات شوفوا لهنا، ها كامل شوفوا العروق تاعو راه يمشوا، ها هذا يتمشى، يمشي العروق تاعو يتمشى. لازمكم تشوفوا العروق هكا يا البنات، غطوه غطوه باش يعاود ينوض، كما تسيبو خرج لكم برا غطوه. دوكا حبيت نقلع لكم البنات واحد فيه العروق، هذا فيه العروق، شوفوا تقلعوه نورمال، يعطيكم كاش واحد باش البنات انك الا فيها كيابس كيما هذا قلعوه. سمحوا لي راني نصور في نفس الوقت وراني نخدم، ها هذا فيه العروق البنات شوفوا. ثاني نحفروه، ها نحفروا بيه بعروق، ما نقلعوهش، ها بيه بعروق، ونديرو حنايا تحت الارض، ها ونعاودو من حفرناه، ها ونغطوه. المهم البنات ما تنساوش الماء، غير انا دوك نشربو، انا ما زعما مانيش موجد عندي الماء، بصح دوك نغرسو انا، ها زعما راني قلعتو غير من الخوت ديجا راه مطلب مشمخ برك. واعتناء به البنات يعني ساهل، ساهل بزاف. سمحي لي اخت اللي راهي بعثت لي في فيسبوك قالت لي النعناع تاعي راه لكم غرس يموت، سمحي لي بديت عليه قلت لك على البارح باش ندير لك فيديو، والله ما قعدتها بنتي على هاك ما درتلكش، سمحي لي سمحي لي سمحي لي. هذه هي الطريقه الثانيه. وفي هذا الفصل هذا البنات انا دوكا كي كاين سميشه مانيش مغطياتو، بصح غير كي تجي البرد نغطيه، ومن بعد ان شاء الله بربي انا مازال ما شريتش الباش اللي يغطو به، باسكو على بالكم بلي الباش لازم نجددوه في البرد، خطره سخانه عليه خطره الجليد يتقطع، لكن لازم نشرو. انا مازال ما شريتش، غير نشري البنات نوريكم كيفاش
نغطو. هذه هي، شوفوا هنا راني غرساتو هنا، انا هنا في لاتيغاس البنات، انا شجبت، انا جبت بالتيغ تحديد قطعتها على زوج. ها هي وحده دايره فيها شجره تاع التيزانه البنات، والثانيه دايره فيها النعناع، وهذه ثاني درت فيها النعناع، باسكو على بالكم بلي النعناع نحتاجوه بزاف في الكوزينه. على هكاك هنا راني ديجا راني دايره في ليبو، ثاني وريت لكم دايرته في بو نغرسو. هذه هي البنات، بنات ان شاء الله تكونوا فهمتوني، واللي ما فهمش يقولي والله نعاود له زعما نورمال على بالكم بيا. المهم قلت لكم البنات كثروا اللايكات واشتراك في قناتي وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي نديرو ان شاء الله، وباش يعني باش على بالكم ندعموا بعضنا بعض وولاد بلادي. على بالكم باللي الجزائر يا حره، هذه الدعم هذه، وان شاء الله نكون وصلت لكم معلومه. وسمحوا لي باسكو طلعت مع دروج عييت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.